الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائم من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوبر بلس اس زد موديل 2022، عربيه جديده. العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق بنسلمها للاستاذ احمد الديب من محافظه القاهره. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعه الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه ايه رايك في العربيه؟ تمام الحمد لله. تمام، خدت العربيه الكامله؟ خدتها الحمد لله. ايه اللي بقى العربيه الكامله ايه اللي موجود فيها زياده عن العربيه العاديه؟ طقم شنطه عريض وفيها وحدة فصل ضد السرقة فيها. تمام، هتخش شريط لاصق في الجنب. تمام. طيب، حابين نعرف رأيك في المعاملة بتاعت الناس الموجودة داخل المعرض. 100 100. حد أثر معاك في حاجة؟ لا تمام. تمام؟ مش حد أثر معاك في أي حاجة؟ لا لا 100 100. دفعت واستلمت وأنت واقف على طول؟ مظبوط. محدش قال لك ادفع الفلوس وتعالى بعد يومين استلم والكلام ده؟ لا 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 لا، دفعت واستلمت على طول؟ الحمد لله. طب الأستاذ الكريم برضه حابين نتعرف عليك. محمد أبو سلام. ماشي يا حاج محمد، حابين برضو نعرف رايك في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايك في العربيه. ناس محترمه وناس في الله يكرمهم، كان الناس احسن ناس يعني متعامله، ودفعنا الفلوس واحنا واقفين واستلمنا العربيه فوري. محدش اثر معاك في اي حاجه؟ لا لا، مفيش اي حد اثر معانا. تمام، وخدت العربيه الكامله اللي انت قلتها؟ خدت العربيه كامله، فيها مميزات مش موجوده في اي عربيه ثانيه خالص، وحده الفصل ديت والجنوط والكماليات بتاعتها والامكانيات بتاعتها مش موجوده في اي عربيه ثانيه. تمام، حابينك برضو الناس اللي بتتابعنا دلوقتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تقول لهم كلمه، تقول لهم ايه؟ يا ريت اللي يفكر يشتري عربيه يشتري العربيه دي، يجي ياخد عربيه سوكي فان، سوكي فان من معرض غصن الزيتون. ربنا يبارك لك يا استاذ. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديكم خيرها وفيكم شرها بمشيئه الله. ماشي يا حبيبي، سلام يا حبيبي.